هنا سوق بن جدية بالدار البيضاء، حركة دؤوبة وإقبال متزايد خلال شهر رمضان. كمال بائع سمك بهذا السوق يعرض أنواعا مختلفة بأثمنة مناسبة وجودة عالية، خصوصا بالنسبة للأنواع التي تشهد إقبالا متزايدا خلال الشهر الكريم. كل خير اللي كيقدر على شي حاجة كيشريها، كاين شويه رخيص كاين شويه غالي، والحمد لله على بلادنا زوينه فيها الخير. اسمينا كاين ديو ديبا سمعتيني، المهم ليسونسيال الحوت كيبغوه المغاربه مع الفطور، تيبغوه ياكلوا كوتيديانمون موجود. اسعار الخضر والفواكه وبعد الارتفاع الاخير المقلق الذي عرفته بدايه رمضان بدات بالفعل تعود لمستواها الطبيعي خلال الايام الماضيه. ابتداء من هذا الاسبوع هذا بدات السلع كترجع للمحل، كل شيء بدا كينقص. والملاحظ هو عرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع حاجيات ومتطلبات البيضاويين، لا سيما من المواد والمنتجات التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك.